أسوأ مستوى إخراج النهارده. بصراحة أنا بس لازم أقول حاجة، إن الإخراج مش قناة الأهلي، الإخراج ده جاي لنا الفيد من قناة النيل الرياضة، إحنا واخدين الفيد ده منها، لكن إحنا واخدين الصورة من المصدر زي ما بيقولوا، إحنا المخرج من قناة النيل الرياضة. نتمنى أكيد هم هيراعوا ده، لأن فعلا كتير النهارده الماتش سريع رايح جاي، ونلاقي الكاميرا طالعة على الجماهير. أعتقد إن كل جماهير الصالة النهارده كانوا متواجدين معانا جوه الشاشة. الحمد لله. هنخرج تليفون مهم معانا، الكابتن طارق خيري المدير الفني للنادي الأهلي لفريق كرة السلة، بنقول له ألف مبروك كابتن طارق. الله يبارك فيك يا كابتن خالد. تعبتونا بصراحة، يعني بس عشان يبقى الكلام واضح، تعبتونا كتير، اعصابنا اتشدد كتير، بس الحمد لله ربنا كرمنا يا كابتن طارق. الله، انا اكتر واحد تعبان، انا عارف على الخط كله بيتفرج وهو قاعد. كابتن طارق، النهارده الفرقه يعني مش عارف في ايه، انا بسالك صراحه، عايزين نعرف في ايه اللي حصل. طيب. يعني بعد ما كنا ماشيين كويس نزل الشوط الثالث وطلعنا تاني الشوط الرابع، تقول ايه عن المباراه النهارده بصراحه؟ ده اقول ايه؟ اول الحمد لله رب العالمين. اثنين، انا عندي ازمه ولسه قايلها حالا من شويه، ان انا عندي ميكس ما بين لعيبه جديده ولعيبه قديمه. مظبوط. مش قادر احاسب الجديد على الباد ديفنس، انا بلعب مان تو مان، فول كورت، هو بيلعب تاج. عمال ازعق، هو تعبان طبعا، تعبانين من الماتشين اللي فاتوا، فمش قادر يلعب فول كورت، فعامل لي ازمه. نيجي في الاوفنس، في الهجوم، عايز تلعب العاب معينه عشان تصوت ريجي، ايه مش حافظ او اللي جنبه مش حافظ، فعاملين لي دروب، اجي اخرجهم كلهم اقول هيبقى الماتش صعب. لازم واحد على الاقل في الملعب، الاعب الفرقه اللي هي حافظ بقى، اللي هي فرقتي حافظه السيستم، فين عايشين احسن، لما يبدا يحصل دروب تيجي تغيرهم في نفس. فدي اكبر ازمه مقابلاني في الثلاث جيمات اللي فاتوا دول، اللي مخليه الجيم دايما رايح جاي. ما فيش دايما حاجه ثابته في الاوفنس والديفنس. وبس الميزه في الموضوع ان هم في كل الجيمات لما بيحسوا ان الجيم بيخلص كله بيلعب طف وكله بيلعب اجريسيف، اكنه خلاص الجيم بيخلص، فانا تعبان دلوقتي استحمل الدقيقتين ثلاثه دول وبعدها اريح. دي الازمه. ممكن الفتره اللي جايه انا متوقع في رجعه المصابين مع الناس اللي متحفظه ان هي تحصل، هيبقى الموضوع مختلف. اكيد كابتن طارق، اكيد بنقول الف الف مبروك، لكن فعلا مباراة النهاردة شدتنا لحاجة مهمة جدا، اللاعبين المحترفين لازم يجوا قبل البطولة، مش بيوم بيومين، عشان نقدر نعمل تجانس بينهم وبين اللاعبين المصريين او لاعبين النادي الاهلي. دي حقيقة مهمة جدا. طبعا مهمة. انا كمان نظام الدوري المصري مخليني مش عارف العب ماتشات ودية. يعني الدوري المصري السوبر الثمانية اللي فوق بيلعبوا سبت وثلاث. تمام. الثمانية اللي بيلعبوا من التاسع لل 16 بيلعبوا حد واربعة. لما باجي اطلب حد العبه من المجموعة الثانية، ما هو بيلعب حد واربع، وانا عايز العب ماتش الخميس، ما يقدرش يلعب. حتى مش عارف العب ماتش ودي، فبعوض دوت ان انا بلعب جوه التمرين، بقسم فريقين، فرقه مع اسلام وفرقه مع احمد، وبنلعب جيم اكنك جوه جيم بجد، اكن في تحكيم وبتاع عشان نحفظ. بس الثاني جاي بقاله يومين، يعني انا عندي لعيب ما بقالوش يومين، جه من الطياره من امريكا، جه اول من قبل البطوله بيومين. كابتن طبعا لنا ازمه. كابتن طارق، ألف مليون مبروك، ألف ألف مبروك، نتمنى المرحلة الجاية تختلف، وإحنا كلنا ثقة فيك أكيد، وجهازك المعاون كله وكل اللاعبين، إحنا ورا فريق النادي الأهلي في كل الألعاب معاكو على طول، وهنفضل ندعم لغاية ما تكسبوا كل البطولات بإذن الله. لكن الوحيد اللي في حياتي شفته في كرة السلة متفائل دائما وأبدا صديقك العزيز كابتن هاني عبد المنعم، هو عايز يتكلم معاك، هو الوحيد اللي كان مآمن النهاردة اللي إحنا هنكسب. معاك كابتن هاني، اتفضل يا كابتن هاني. كابتن طارق، مساء الخير عليك يا حبيبي، والف الف مبروك، بنحييك وبنحيي فريقك على المجهود الرائع اللي هم باذلينه. طبعا الناس كلها مقدره حجم الاجهاد اللي انتم موجودين فيه وحجم الضغط العصبي اللي موجود على الفرقه، علشان كده احنا بنحييك. احنا في استوديو التحليل هنا كابتن خالد بخيت وانا وكابتن خالد العوضي، الحقيقه كلنا بنشيد بالجهد العالي للفرقه باذلاه كجهاز فني وكلعيبه، ومدركين ان عندك مشاكل كتير جدا في حته الاصابات، وان شاء الله يعني انا عن نفسي بالنيابه عنك ووعدت الناس ان ربنا يسهل ان شاء الله، والنادي الاهلي هينافس على نهائيات بطوله افريقيا دي اذا ان شاء الله ربنا كتب لنا العمر. فبنحييك وبنقول لك الف مبروك كابتن طارق. تحياتي ليك يا كابتن هاني والكابتن خالد بخيت، ودايما انت دايما المكالمه اللي دايما قبل الماتشات الصعبه او المهمه مكالمه مؤثره وايجابيه جدا يا كابتن. لا كابتن طارق، انا مش هسيب الموضوع،
قال لك ايه؟ ايه المكالمه المؤثره اللي قبل ماتش النهارده؟ عشان ابقى عارف. بالعكس هو قال لي لم يعني خلي الكلام مع الاولاد كلام ايجابي لان انا كنت قافش عليهم امبارح. الكلام ايجابي وما تقلقش وهتكسب وانا انا واثق دايما هو هاني دايما داعم ليا من وانا بلعب حتى وهو بيلعب معايا هو دايما في ظهري فدايما بنتكلم بعد وقبل البتاع ومع الفرقه هاني هاني يعني قريب مني اصلا جدا يعني. واضح واضح يعني مبروك يا كابتن طارق. تحياتي ليه والكابتن خالد كتير. ربنا يكرمك كابتن طارق الف مليون مبروك ليك ولاعيبتك وللنادي الاهلي الوصول لدور الثمانيه وان شاء الله هنفضل مستمرين في الدعم معاك وواثقين فيك تماما وان شاء الله نهنئك بمكسب بطوله افريقيا باذن الله. شكرا كابتن طارق خيري. الاجهاد